امبارح كابتن محمود الخطيب اجتمع بشركه النادي الاهلي للمنشات الرياضيه للبدء في تنفيذ المرحله الاولى لخطه العمل وفق الجدول الزمني اللي تم اعتماده. كمان تم استعراض الجوانب المتعلقه بتنظيم عمليه تمويل المنشات الرياضيه اللي اقرها مجلس اداره الشركه، وده طبعا بيحصل في ضوء قرارات مجلس الاداره اداره النادي الاهلي اللي اعتمد فيها خطط العمل المقدمه من شركات الاهلي لكل من كره القدم والمنشات الرياضيه والخدمات الرياضيه. حلو جدا. انا فاكره اول مره اتكلمنا عن الموضوع ده وشركات الاهلي للمنشات الرياضيه وقد ايه كنا فرحانين ان انت بتتكلم بقى في لغه عالميه، انت مش بتتكلم بس في ان انت باصص يعني تحت رجليك، انت بتبص ان انت عايز الموضوع يوصل بشكل عالمي ويطبق في مصر بشكل عالمي وكمان يتم استثماره على الارض عندنا. فهو ده اعتقد او دي الخطوات اللي فعلا الاهلي كانت حريصه جدا عليها.